يمكن لي نقول لكم بانه الا خديتو عام ديال لا نوفيل شارت ديال هاد لا شارت الجديده ديال الاستثمار، عام المعدلات ديال الاستثمارات اللي كانوا فيها وديال لي زومبلوا هما تقريبا 5 الى قارناهم مع 5 سنوات الماضيه اللي كانت ديال الاستثمارات في الاطار اللجنه ديال الاستثمارات القديمه اللي ما كانش فيها لا شارت. المعدلات هي 5 الخطرات لي مونطون ديال لي زانفيستيسمون، وهي 7 الخطرات لي زومبلوا انديريكت لي زومبلوا ديريكت. فما يمكنش نقولوا بانه ما كاينش اتراكتيفيتي، ما يمكنش نقولوا بانه الاسبوع اللي فات دوزنا 20 مليار ديال الدرهم ولا 21 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمار، وهو 21 مليار ديال الدرهم بالمناسبه راه تقريبا 40% ديال هو هذا الاجتماع بوحده 40% ديال 550 ديال ديك 55 مليار ديال 240 مليار هي 550. وبالمناسبة نهضروا على هذيك 550 مليار ديال الدرهم، هذيك 550 مليار ديال الدرهم فيها هاد الاستثمارات اللي كنقوموا فيها، فيها واحد العدد ديال السنوات، فيها الاتفاق مع الأبناك ومع لا سي جي ام، واتفقنا معاهم وموجودة مطبوعة كتسنى الوقت ديالها ديال التوقيع ديالها إن شاء الله، وحنا كنشتغلوا. وفيها أنه الأبناك خدات يعني على العاتق ديالها أنه بلي يكون واحد الاستثمار اللي هو داز في لا كونفونسيون ديال الانفستيسمون في لا كوميسيون، بان كتعطيه يعني مادام انه تقبل كتعطيه التمويل مسبق، لانه حنا ما يمكنش لنا نعطيو التمويل حتى كيسالي الاستثمارات. فهذا الشيء كله يعني هو مطبق ونحن نسير الى الامام. حنا عندنا حنا حكومه عندها الشجاعه. انا كان يمكن لي نقول لكم هذه الاشكاليه ديال الاستثمار ما نجيوش نتكلموا عليها، لانه باقي يلاه بدينا الوقت، وحنا الحمد لله عاد سالينا في يعني في الامي موندا، وقدمنا لكم البرامج الاجتماعيه الكبرى اللي مسات الكبير والصغير، اللي مسات الملايين ديال العائلات وديال الاصول اللي حسنت الدخل ديالهم. وهذا الشيء كان فيه نقاش كبير لا داخل الحكومه ولا خارج الحكومه، داخل البرلمان ولا خارج البرلمان. وبالمناسبه سمحوا لي التلفزيون راه مفتوح للجميع، اخويا ديال الانشطه ديالك وديال الحيويه ديالك وديال النشاط ديالك الحزب، غادي تجي عندك التلفزيون السيد اللي خدا الكلمه. انا عاد شفتو هذه واحد جوج الاسابيع في تازا، السي الشقر واخد الكلمه وكيتكلم ودار اجتماع وجات عنده التلفزيون، وفرحت اللي كنشوف السي الشقر بانه يعني كاين اشتغال اللي هو جد، اللي كيشتغل واللي عنده الخدمه التلفزيون غادي تمشي عنده. ما يمكنش تمنعونا الوقت اللي ما كنتكلموش، حكومه ما كتكلمش وما كتاخذش الكلمه، كتقولوا لها حشمانه وما بغيتوش توجد الوجود وما كتواصلوش مع المواطنين. ولوك اللي كناخذوا المبادره ونمشيو للاحياء كيقول لك علاش هزيتي الطوموبيله ديالك وغادي تمشي للاحياء وغادي تمشي لوجده وتمشي لهذا. حنا ما وبصراحه حنا ما كيهمناش اش كتقولوا نتوما، اللي كيهمونا هما المواطنين، لان المواطنين هما اللي جابونا، هما اللي جابونا لهذا. المواطن ألالا هو اللي جابونا يعني لهذه المسؤوليه، وحنا خصنا نمشيو عندهم السيد الرئيس. لن يمنع، شوف ما كاينش شي واحد اللي غادي يمنعنا هذه الحكومه انها تمشي تتواصل مع المواطنين. هكاك باش نكونوا واقعيين، ومازال ما كملناش، ومازال غادي نمشيو نتواصلوا مع المواطنين ونصحوا ليه. خليني وشويه ديال وسمعتكم ياك من الصباح وانتم خدامين وخلونا شوية. دوك
إذن هذه حكومات اللي جات واحد الضفية اللي هي واحد الضفية يعني اللي ما سهلاش. احنا عارفين بان جينا من بعد كوفيد لقينا الاقتصاد على الارض ما كاين حتى شي حاجه، لقينا واحد العدد ديال يعني الناس رحات العمال ديالها، لقينا الناس حدات مديونيه كبيره باش تقدر تخدم ودات لها يعني يعني الانعاش باش يمكن لها تخدم، وجينا في واحد الضفيه وربي كبير ثلاث سنين ديال الجفاف، ثلاث سنين ديال الجفاف وسنوات ديال الجفاف اللي كانوا قبل، وهذا التراكم هذا خلى انه الا بغيتي نمشي معك للبراج ديال اللي ديال المسيره وغادي تشوفي بانه ناشف ما عنده شيء ياك، ونمشيو لبراجات اخرين ونشوف المستوى ديالهم. هذا واقع، هذا واقع. والان كتربطوا هذا الشيء باللي ديبونس يعني بانه المناصب ديال الشغل اللي مشات في الفلاحه فعلا هي مرتبطه، هي مناصب اللي مرتبطه. كل عام كتمشي لنا 200,000 منصب شغل لان ثلاث سنين ديال الجفاف، وخصنا نعرفوا بانه هذه حقيقه، لان هذاك هذيك لا كوبيراتيف اللي عندها لوزين ديال الليمون اللي كيدير في التلفيف وداك الشيء كله، الوقت اللي كانت كتخدم ست شهور في العام واليوم الليمون ما كاينش كثير وكتخدم غير شهرين في العام ولا ثلاث سنين ولا ثلاث شهور في العام، هذا سي دي شوماج. بهذاك مولين الزيتون اللي كيجيو باش يقصفوا الزيتون يعني الفام اللي كيجيو باش يشتغلوا ولا بروديكسيون تحت بالنص ولا بلودوتيير وما عندها ما تقصف بلاص ما تخدم يعني واحد لا سيزون فيها ست شهور كتخدم شهر ولا شهرين. هادوك لي كوبيراتيف اللي كان عندهم الزيت ديال الاركان وموجود بكثره لانه كاين الماء ما كاين شيء ما بقاوش كيخدموا. زيد عليه هذا واقع، هذا واقع ديالنا. اما في المسائل الاخرى جاوبتكم بانه من لا في الصناعه ولا في السياحه ولا يعني في جميع يعني لي سيكتور كلهم كاين خلق كبير ديال فرص ديال الشغل وديال الشغل، ولكن في الفلاحه كاين لا ديستركسيون الغالب الله. والسيده اللي قالت بانه مكتب الدراسات، يا ريت انتم اللي تكلفتوا بقطاع الماء، لو كنت داكشي اللي لقيتو ديال داك مكتب الدراسات عملتوه ما نكونوش في هذه الازمه ديال اليوم. يا ريت. وحنا اولا ما كنكذبوش، النهار اللي جينا قلنا غادي نجيبوا جوج ديال المشاريع اللي هو فرصه وأواش، وقلنا مؤقته لان ما يمكنش المغاربه غادي نبقاو كل سنه نعملوا معاهم هذه البرامج، وكان يمكن لنا نوقفوا كاين اللي وقفنا فيه وكاين اللي عملنا وقلنا غادي نوصلوا ل 21,000 ولا 25,000، ها هي وصلنا ليها. وقلنا غادي ناخذوا الوقت ديالنا باش نخمو ونديروا التقييم ونشوفوا هذه البرامج واش يمكن نمشيو مازال فيها المستقبل غادي نعملوها او واش ما وقفناش. يعني اذا سلكوا هو تدريجي لانه الهدف هو المغاربه ماشي باش نلقاو فرص من هذا النوع، الهدف هو انه الفرص يعني ديال العمل وديال التشغيل تكون بيرمانونت. فلهذا نحن في حاجه الى اقتصاد اللي هو قوي والاتراكتيفيتي كاينه والناس الناس باغين بلادنا باغين المغرب، وحنا اللي كنشوفوا يعني الاجانب والمستثمرين الاجانب كيفاش كاين لانتيغي على المغرب اليوم باش يستثمروا. كنقول لكم انا عندي الشجاعه والحكومه عندها الشجاعه ان تجيب هذا الملف اليوم وتقول هذا فيه اشكاليه. ما كنكذبوش على المغاربه، كنقولوا هذا فيه اشكاليه ولكن هذا غادي نواجهوه كما واجهنا هذاك الاشكاليه اللي كانت ديال قله الدعم الاجتماعي وهذا وهذا حليناها، الان غادي نمشيو. حنا كنقول لكم ما يمكنش لنا نحلوا المشاكل ديال لومبلوا يعني في هاد الثلاث سنين كلها اللي جايه. لانه هذا تراكم، هذه 15 عام
وهذاك الشيء كيهبط. يعني لي دوموند ديال الناس اللي كتطلب لي زومبلوا بالنسبه لي زومبلوا كي سون كري نو سون با سيفيسون. هذاك الشيء ديال لي نيت اللي كتكلم عليه واش عاد كاين اليوم؟ انا قلت لك تكلمنا عليه سنوات، احنا تكلمنا عليه سنوات. هذوك كانوا 250 الف ديال الطلبه اللي كيخرجوا من المدارس وما كيقراوش ما كيكملوش وما كيلقاوش الشغل، داك الشيء وتراكم داك الشيء لبعض الملايين، واللي هما اليوم خصنا نلقاو لهم الحل. الحكومه كتحاول انه اولا ما يبقاوش يخرجوا من المدارس، ثانيا الحكومه اللي عملت ديال المدرسه ديال الفرصه الثانيه، ثالثا كنمشيو لهذا الشيء ديال السبور، ثالثا رابعا كنحاولوا يعني تكون امكانيات اخرى يعني في التشغيل، وهذا الشيء كنشتغلوا عليه. اذا نكونوا اللي كتكون عندها شي اشكاليه قدامها واللي هي كبيره 13% وكذا ديال الشوماج، ما يمكنش ندوزو ما نخليوهاش، كاينه وحنا خصنا نشتغلوا بها، ولكن راه فيها قراءات داخليه، راه فيها الاقتصاد انه الحمد لله في انتعاش وزايد القدام، وهذا فيها اشكاليه ديال الفلاحه لان ما كاينش الماء، فيها اشكاليه ديال الدعم الاجتماعي، وهذا الشيء راه شفناه مع المؤسسات الدوليه. سي دي كومبورتومون اللي كاين، هاد يعني هاد لاتيتيود اللي كاينه ديال بعض الناس انه يقولوا بانهم ماشي في لاكتيفيتي لان كياخذوا ذاك الدعم يعني سميتو، هذا حقيقه، هذا حقيقه، لانه يفضل يسكت ويقول انا ما عندي خدمه ما عندي شيء، ولكن ياخذ. ولكن هذا الشيء عادي عادي عادي، غادي يتصحح بوحدو، واحد العام عام ونص غادي يتصحح، وغادي نشوفوا بانه الاقتصاد ديالنا ان شاء الله يعني غادي 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 يزيد للامام. حنا انا حنا مقاولات صغار ومتوسطه، غادي نجيبوا البرنامج ان شاء الله قبل من دخول البرنامج الجاي غادي تكون سميتو، ولكن عملنا مجهود. اولا هذا القانون اللي جا عندكم الان اللي غادي تدوزوا مشكورين، راه كانت حتى كنا غير 50 مليون ديال الدهم كتجي للرباط باش تدرس، دابا طلعناها 250 مليون ديال الدهم. ثانيا غادي من هنا ما غادي نكملوا هذا البرنامج، غادي يكون البرنامج الاخر باش نلقاو تشجيع ديال المقاولات الصغرى، غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نلقاو واحد الدعم لهذا الشيء ديال لومبلوا اللي هو اجمالي ديريكت للمقاولات اللي غادي يشتغلوا. دونك هذا بدايه ديال الاشتغال ان شاء الله اللي غادي نوصلوا فيه بالنتيجه. انا ما كنقولش بانه يعني بالعكس، الا جاتنا عامين ديال الشتاء غادي تشوفوا 200 الف كل عام كتدخل للفلاحه ديالها وكتمشي ترجع للباديه وغادي تشتغل كل عام. كل شيء بيد الله، وان شاء الله نتمنى على الله يعني يكون الخير. فقط نقول بانه الاستثمارات 2023 هي هبطت في 53% ولا 54%، ولكن لافريك هبطت في 45%، العالم هبط كله ب 12%. هذوك الاستثمارات ديال 2023 ما لهم كان خصهم يتخداو لهم الاستثمارات ديالهم في 2020، لانه 2020 يلاه كتوقع ولا 21 يلاه كتوقع يلاه سميتو يلاه باش تجي باش كتدخلهم للسيستم باش يبداو يشتغلوا. في 2021 ما كانش شي حاجه اللي كثيره، حنا في 23 خدمنا بداك الشيء اللي عندنا. اليوم في 24 الاستثمارات طلعت ب 24% في 4 شهور الاولى، 24% باش طلعت، و 70% ديال هاد المستثمرين كلهم مغاربه، وهاد الاستثمارات اللي خدينا هاد لي زونكاجمون ماشي هاد لا كوميسيون الخاربه، هاد لي كوميسيون اللي دازو من قبل، 90% الناس بداو كيشتغلوا وبداو كيبنيو وبداو كيخدموا. هذا هو الامكانيه، وما ننساوش بانه كل ما درنا يعني ما تكونش الذاكره زعما دغيا نساو. شو واش عملنا في التي فيها باش خلصنا الناس، شوف لي طو دو تي فيها اللي هبطنا على المواطن وعلى الشركات من 12 ل 10 وهي جايه في الطريق، شوفوا الالكتريسيتي باش يكون عندنا جذاب راه خليناه في واحد الثمن ديالو، عطيناهم بعض المليار 5 المليار من قبل، دابا انتم غادي دوزتوا ذاك النهار بعض المليار ديال الدرهم كذلك باش تعطى لوينو بو سوتونير لا برودكسيون الكتريسيتي لانه ماشي الثمن الحقيقي. فهذه كلها يعني امكانيات زيد عليها يعني
يعني التحفيزات اللي كاينه ديال 30% وديال كنتكلموا على بانه قبل 80% ديال الاستثمارات كانت كتمشي لثلاثه الجهات. اليوم الاغلب يعني الاستثمارات كتمشي للجهات 12، وكاين تقريبا 48 اقليم اللي هو عنده هذه الامكانيات. ما نشوفوش الكم، ولكن على الاقل كاينه واحد الجوده بانه الاستثمارات ولاو كيوصلوا لنصف الاقاليم ديال المملكه المغربيه، وهذا شيء جد ايجابي. على اي نحن عارفين الاهميه ديال هذا الورش، عارفين الاهميه ديال الاشكاليه ديال لومبلوا، عندنا الشجاعه باش نتكلموا عليها، لانه خديت على راسي ان ناخذ المسؤوليه ديالها، وهي ماشي مسؤوليتي، هي المسؤوليه ديال انه جبنا مشاكل من 2020، جبنا مشاكل ديال الازمات اللي مركبه ديال الاوكرين وديال الاثمنه وديال هذا وديال هذا، وجبنا المشاكل اللي مولانا يعني هذا القضاء ديال الجفاف ديال 3 سنين، اللي جفاف حاد اللي كيمس البهايم ويمس الغنم ويمس هذا. ولا كنت ما البرامج اللي تعملت من قبل والاستثمارات اللي تعملت قبل والشجاعة ديال الفلاحة في الاستثمارات ديالهم، لأنه جال وعملوا وخدموا، هي اللي خلات أنه الحمد لله المغاربة اليوم عندهم ما ياكلوا، ولقاو كذلك لقاو الخضرة ولقاو اللحم. يمكن شي حاجة تكون ماشي في الثمن ديالها، ولكن كاين الإنتاج، رغم أنه كيحفى وما كيلقاش الماء، كيمشي للبراج ما كيلقاش الماء وما كيطيحش الماء من الفوق، وقولوا باز قولوا باز على هاد الناس اللي يعني كيفاش كيشتغلوا. فلهذا حتى إلا بغيتوا تضربوا في الفلاحة ولا تضربوا في المخططات، يعني خموا شوية هاد المساكن هاد المغاربة اللي خدموا في هاد الاستثمارات، راه كتمسوهم وعرفتوهم بأنه أنتم اللي كتضربوهم، ما صوتوش عليكم اختلافات وشكون.